من يدعي النبوة ادعاء النبوة بعد النبي كفر والعياذ بالله. ولذلك أحد المشايخ يقول عندنا الآن واحد مدعي النبوة والثاني مدعي الألوهية في مستشفى المجانين. واحد بيقول أنا رسول الله، الثاني بيقول كذاب في مستشفى المجانين، كذاب كذاب. فالدكتور تعجب قال سبحان الله مجنون وعقيدته إيش سليمة. فقال له ليش كذاب؟ قال لي أني لم أذن له، لأني لم أذن له. يعني ما شاء الله ده إله وده نبي. قال لي أني لم أذن لهم والله العظيم. الله يعافيهم، الله يعافينا ويعافي. الله يعافينا ويعافي. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى. نسأل الله يشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. طبعا خلاص ما كان مريض هذا مرفوع عنه القلم.